السائل رمضان محمد يقول: ما حكم من يشتري محصولا من الحبوب وقت الحصاد بسعر قليل، ثم بعد عدة أشهر يبدأ هذا المحصول في الزيادة السعر فيقوم ببيعه بسعر أغلى مما اشترى به، فهل يعتبر هذا من الاحتكار المحرم أو من التجارة المباحة؟ أفيدونا بذلك. إذا كان هذا الطعام لا يوجد إلا عنده، يأخذ جميع حبوب البلد أو يشتري كل الحبوب التي تجلب إلى البلد ويجمعها من أجل أن يبيعها على الناس بغلاء، فهذا هو الاحتكار الملعون من فعله، وهو معصية عظيمة، لأنه يضيق على الناس أقواتهم ويضر بهم. أما إذا كان هذا المحصول موجودا عند غيره من الناس وميسور، فلا مانع أن الإنسان يشتري كمية من الحبوب أو من التمور ويدخرها ويبيعها في وقت آخر ينتظر بها غلاء السعر، إذا لم يحصل في هذا تضييق على الناس وجمع لكل ما في البلد أو كل ما جلب إلى البلد. نعم.